أصحاب البصائر تقدم. عالم الجن والسحر والسحر والسحر. الأخوة الكرام، الأخوات الكريمات، مرحبا بكم معنا مجددا في برنامجكم عالم الجن والسحر. الحلقة الماضية تحدثنا على سليمان عليه السلام وهاروت وماروت، وغنعود نبينو شوية في هذا الموضوع باش تكون التسلسل بالنسبة للحلقات. كنا قلنا ما كفر سليمان ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني هاد كلمات ما الأولى كتنفي الكفر سليمان عليه السلام، وما الثانية كتنفي بأن السحر لم يأتي به الملكين، وإنما جابوا هادوك جوج الناس اللي هما هاروت وماروت. الحلقة ديال اليوم غنهضروا إخواني أخواتي على جوج محاور. المحور الأول تأثير السحر في الأشياء، والمحور الثاني الشخص الزهري، واش الشرع كيقول عليه شي حاجة ولا لا، واش جابوه الكتب السماوية ولا لا، أشنو الفوائد اللي كاين في الشخص الزهري في عالم الجن والسحر. مرحبا بكم إخواني الأحباء. قبل ما نهضر على تأثير السحر في الأشياء، خاصني نفهم لكم ونفهم لراسي بأن أي حاجة تخالف العادة الكونية المعتادة لدى البشر إلا والناس كيرجحوا بأن داك الشيء هو راجع إلى السحر في الزمن القديم. يعني نقدر نعطيكم واحد المقياس، كون رجعنا دابا مثلا 1800، حنا دابا في 2021 ميلادية، كون رجعنا 1800 نيشان ونشوفوا شي شخص يشوفنا كيفاش كنهضروا في الهاتف المتنقل، غيتهمنا بانها قاعده سحريه جديده. يعني الحاجه اللي كتخالف العادات كانوا الناس دائما كينسبوها للسحر، وكذلك الانبياء والرسل كيخالفوا الناس في المنهجيه ديالهم وفي اتباع ديالهم للضلال والكفر، وكيقولوا بانهم سحاره لان دائما كيخالفوا الناس ديالهم. ما غنمشيوش بعيد، غنمشيو لموسى عليه السلام. ملي تبعث موسى عليه السلام عطاه ربي المعجزات اللي غيبين بهم لفرعون القدرة اللي عطاه الله سبحانه وتعالى. القدرة اللي عطاه الله سبحانه وتعالى هي العصا واليد وغير ذلك من الآيات. ممتاز، إذن هادو كيتسموا معجزات. موسى عنده يد عادية، ملي كيدخلها للجيب ديالو كتولي بيضاء، ماشي يعني بيضاء بحال اللي فيها البراز او فيها البهاق، وانما البياض من نور، من نور الله عز وجل. وعنده العصا ديالو، ملي ترميها تتولي ثعبان مبين بالدرجة، كتولي لفعة كبيرة ماشي شي لفعة صغيرة. وقدروا العلماء يعني بأنه شي لفعانيت متوحشة كبيرة بزاف، وكاين في التفسير ديال ابن كثير الأقوال على هذا العصا ديال موسى عليه السلام. ولكن فرعون ملي شاف المعجزة ديال موسى قال ليه بلا ما تمشي معنا بعيد، راه عندنا الناس اللي غيدير بحال هذا الشيء، وبالأحرى الأتباع ديال فرعون هما اللي قالوا ليه نجيبوا السحرة من كل مكان. إذن ملي جاوا السحرة وداروا خدمتهم وداروا داكشي اللي خصو يدار، وموسى براسو خاف من داكشي اللي
تيحركوه يعني الصحراء، يعني هذا دليل على أنه تأثير السحر في الأشياء راه موجود، لأن الصحراء اللي كانوا قدام موسى كاين الآية في سورة طه كتقول فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. إذن هذا الأنبياء غير معصومين من هذا الأثر ديال السحر الذي يؤثر في الأشياء، ما بالك احنا الناس عاديين باش نقولوا السحر ما كيأثر في الأشياء. هذا هو الدليل بأن السحر كيأثر في الأشياء من القرآن. وكاين كذلك يعني شحال من الأحداث والوقائع تيوقعوا غنهضروا فيهم بالتفصيل. مثلا كتمشي لبعض الحلايقية كيوري لك واحد الورقة، واحد شوية كتولي مكتوبة. ونعود لكم هنا واحد القصة وقعت لي في مدينة سلا. أنا دابا كنت واجد في مدينة سلا، واحد المنطقة سميتها باب الخميس. سنة 2004، يعني هذا دليل على أن السحرة يعني عندهم تأثير في الأشياء وعندهم بزاف ديال الحوايج. أنا كنت غادي للمركز فين كان نشتغل، وقفني واحد الراجل حدا المدافع اللي كيعرف سلا في باب الخميس، قال لي وقف يا فلان، يعني ناداني بالاسم ديالي. قلت له واخا مرحبا. قال لي كيدير الوالد وسمى لي الاب ديالي، وكيدير الوالده وسمى لي الام ديالي ديالي الله يرحمهم جميعا، وسمى لي واحد جوج من الاخوه ديالي. قلت له مرحبا. قال لي هزي يديك الفوق. هزيت يدي الفوق، ما انا ما عرفتش شنو بغى يدير، مازال ما فهمتوش يعني الهدف ديالو. وقال شي حاجه وصلت لي في يدي، ولات يدي تتمشي يمينا وشمالا، بغيت نتحكم فيها باش تحبس. قال لي شفتي انت دابا راه سبب عمى ديالك راه السحر هو اللي عماك. وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بديت ايات الكرسي ويدي حبسات مش هذاك الشيء، وهو هرب. يعني هذا التاثير في الاشياء، اولا الشيطان اللي معاه عطاه الاسم ديالي والاسم الاب ديالي اسم الأم ديالي، ثانيا أعطاه الاسم ديال الإخوة ديالي، ثالثا أنه اضطر لي في يدي، ولات يدي ما بقاش نتحكم فيها، كتحرك راسها تمشي يمينا وشمالا، ما قدرتش نحبس أنا يدي. ثالثا أنه باغي يستدرجني، قال لي راه السحر اللي معاك، وأنا عارف راسي بأن السحر ماشي هو اللي بسبب وانا فقيد البصر، وانما ربي خلقني يعني اعمى ما كنشوفش، لهذا انا عرفتو عنده الهدف مقصود به، ربما الهدف مادي ولا الهدف من الاهداف اخرى. من بين الاحداث اللي كيوقعوا في يعني تاثير السحر في الاشياء، كما قلنا سابقا يقدر يخرج لك الورقه تكون بيضاء ومن بعد تولي مكتوبه، او مثلا يحل لك واحد السطل يقول لك جيب السطل وتحط السطل قدامك خاوي واحد شويه تبان فيه شي حاجه، هادشي كله من اعمال السحر. ولكن ما تنساوش بانه كاينين الطرق اللي كاينين الطرق اللي كيتسموا بالشعوذه. ما معنى الشعوذه؟ هو الكذب ماشي سحر، وانما الخدعه والخفه. كيديروا شي طريقه من بين الطرق اللي كتخلي الانسان يعتقد بانه داكشي كاين واقعي، بحال مثلا كيكتبوا الاوراق بواحد الماده ما كتبانش حتى كتسخن. ما يمكنليش انا نذكر هذه الماده، علاش؟ باش ما نعلمش الناس هذه القواعد السحريه، ما نبغيش يعني ننصح الناس وفي الاخر نولي انا سحار بلا ما نشعر. يعني هذه المساله انا قريتها في كتب السحر والشعوذه، كاينه تقدر تاخذ واحد الماده واحد الحبر ملي كتكتب به ما كيبانش في الاوراق، تتبقى ورقه بيضاء، وتيقول لك هذاك الانسان هاك سخن هذه الورقه ديرها فوق المجمر وبخرها، كتبخرها كتولي تبان فيها الكتابه. يعني هذه كتسمى الخدعه ماشي سحر، وهي اللي كتسمى الشعوذه، حيت الشعوذه هي الكذب. حيت هناك السحر هناك الشعوذه هناك الكرامات النورانيه، باقي نهضروا عليهم فيما بعد ان شاء الله. وكذلك من بين الاشياء اللي كتوقع تاثير السحر في الاشياء، هو بعض الخطرات يعني كيعطيك الانسان واحد يعني ورقه نقديه
ملي تديرها مع فلوسك وتيمشيو ليك فلوس كاملين. هذه مساله راه خطيره، يعني تيقول لك هكا صرف لي هذه ويسر بك وينسيك في بسم الله ولا في ذكر الله، تقدر تعطيه ورقه نقديه ويمشيو ليك مع الفلوس ديالك. هذه مساله ماشي كذب، ماشي خدعه، يعني تقدر تكون بالسحر وتقدر تكون حتى بالخدعه. ومن خلال هذا البرنامج ديالنا وديالكم غنستضفوا في الحلقات المقبله، يعني ربما الحلقه المقبله، الاخ الحسن مدواني استاذي غيعاود لنا القصه ديالو مع واحد السحار باش نستفدوا من تاثير السحر في الاشياء. كان روى لنا هذه القصه في برنامج مشكل السماء، وباقي غنعاودوا نسمعوها هنا بلسانه، راه انا حافظها حيت كيعاودها لنا ملي كنت طفل صغير حفظتها، ولكن عنده البنه ديالها والنغمه ديالها والنسمه ديالها ملي غيعاودها لنا هو. وباقي غنعاود نهضر في هذا يعني الموضوع ديال تاثير السحر في الاشياء حيت فيه ما يتقال بزاف، وما بغيتش نطول عليكم. غنمشيو للمحور الموالي، هو الشخص الزهري. الزهري 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 الشخص الزهري. اولا القران والكتب السماويه ما جابوا حتى شي حاجه على الشخص الزهري بالنسبه للحدود، يعني العلم ديالي والبحث درته بحث طويل نشوف واش كاينه شي حاجه اللي هي انسان زهري ولا ما كايناش. بالنسبه للكتب السماويه حد العلم ديالي ما لقيت شي ايه ولا شي حديث ولا شي حاجه ماثوره في الكتب يعني ديال السماويه ولا في الاسرائيليات كتهضر على الزهري. وحتى في الكتب يعني ديال العلوم الروحانيات راه هما انواع، كاين واحد النوع فاضع واحد النوع لا باس به، يعني الكتب التي لا باس بها التي لا باس بها ما كتذكرش هذا الشخص الزهري، ولكن الكتب الفاضعه كتذكر هاد الاشخاص الزهريين. اذا غنحاولوا نهضروا ما امكن على الانسان الزهري. نتمنى تعطيوني وقتكم مزيان. اولا شنو هو الشخص الزهري؟ الشخص الزهري في العالم ديالنا المتواثر كنعرفوا الشخص الزهري في جوج حوايج بالاحرى ثلاثه اللي هما معروفين عند جميع الناس. اولا كيكون عنده واحد الخط في يده اليمنية او اليسرية كيبدا من اعلى الرسغ الى الجهة اليمنية من تحت الابهام ديال يده، وكذلك هذاك الخط كيمشي من يعني تحت الابهام الى الخنصر، وما كيكونوش فيه الخطوط اخرين، يعني كيكونوا خطين متصلين غير منفصلين وغير يعني ما كيكونش فيه التقطع. إلا لقيت 20 تعليق على هاد المسألة ديال الزهري عند الإخوة المتتبعين غنصور لهم اليد الزهرية في الحلقة المقبلة، ولكن شريطة تكون عندي 20 طلب من تصوير ديال اليد الزهرية باش تعرفوها إن شاء الله مرحبا. ولكن شريطة كما قلنا نلقاو 20 تعليق تيطلبوا لنا نصوروا لهم اليد الزهرية ونديروها في الحلقة المقبلة باش يشوفوها كي دايرة. العلامة الثانية هي العينين، اللون ديال العينين اللون الوردي او الازرق او الاصفر، وكاينين بزاف ديال الالوان. يعني كنعطيكم العلامات المتداولة المعتادة على الزهري. النقطة الثالثة او العلامة الثالثة هي النخلة في الراس، يعني الراس ديال الانسان كيكون فيه واحد الاشكال الهندسيه بحال النخله، يعني هادو هما الناس اللي كيكونوا زهريين في العالم ديالنا حنا اللي كنعرفو. ولكن راه ماشي فقط هاد العلامات اللي كاينين، هادو فقط العلامات المعروفه. من بين العلامات اللي كيكونوا اي انسان كيختلف على الاخرين فهو زهري. يقدر يكون عنده مثلا 6 صبعان، يقدر مثلا تكون عنده شي توحيمه. وإذا بغينا نتوغلوا في هذا الجانب، يعني كاين حتى الإنسان اللي كيكون زهري
في بعض الأماكن الداخلية التي لا داعي لذكرها في جسمه. ثم كاين النقطة أخرى، هو الذي طبعه هوائي، يعني الإخوة اللي تيدولوا عالم الروحانيات راه يفهموا، ولا اللي كيقرا الأبراج راه يفهموا بأن البرج الهوائي هو صاحب البرج الهوائي راه كيكون زهري. يعني حنا هنا كنناقشوا هذا العالم ديال الشخص الزهري. إذن شكون هو الشخص الزهري؟ الزهري هذا عرفنا العلامات ديالو، إذن ما شكون هو هذا الشخص الزهري؟ شنو الفائدة منه؟ الفائدة منه هو بحاله بحال جميع الناس، لا ينفع ولا يضر، ولكن كيحبوه الجن. وهذا النوع ديال الجن اللي تيحبوه ما تيحبوهش غالبا الجن المؤمنين، وإنما تيحبوه الجن الكافرين. الطاقة الشريرة اللي ذكرنا سابقا كتكون عنده واحد الطاقة كيبغيوها الجن، يعني ما كيكرهوش الإنسان الزهري يتقربوا به، يعني الصحارة من بين القربان اللي كيطلبوا الجن هو دم الإنسان الزهري. إذن غنشوفوا طريقة باش كنعرف راسي أنا بأنني زهري، لكن خاصني نزيد نأكد شي شوية هاد المسألة. شنو غنأكد؟ يعني مثلا أنا زهري، شنو هي الطريقة اللي كيعرفوني به الصحارة باللي أنا راه زهري باش يقدموني قربانا للشيطان؟ وشنو هو التحصين اللي غتحميني من هاد الصحارة باش ما يقدمونيش قربانا للشيطان؟ غنقول نهضروا في هذه هي الأولى، عاد بعدها نهضروا على العلامات اللي غنعرف بها راسي باللي أنا راه زهري. كاينين واحد المجموعة من الطرق، من بينها كيكون يعني الساحر من الأقارب ديالك وكيشوف العلامة في يديك، ولا كيشوف العلامة في راسك، ولا يقدر ينكشف على الجسد ديالك، ولا يعرف البرج ديالك تتأكد بأنك زهري، يعرفك بأنك مطلوب. والنقطة الثانية، أحيانا كيخدم الساحر باستحضار الخدام ديالو الشياطين، ملي تيحضروا تيحددوا ليه فلان في الزمان الفلاني والمكان الفلاني باش يمشي يجيبو. وهذا الشيء كله كيبين بأن الشيطان لا يحب الخير للإنسان، وخا كيعتقد الإنسان بأنه راه ما خادم من الجن، ما عمر الشيطان كيبغي لك الخير. يعني باش يأمرك باش تمشي تقلب على أخوك ويعطيك العنوان ديالو والاسم ديالو باش تذبحوا لغير الله عز وجل، تقتل النفس تما وباش تقدموا ليه، وراه هذا الشيء كله واضح وباين. كما كنشوفوا دابا في المجتمع ديالنا، شحال مره كيلقاو شي ابن مقتول، طفل، شحال مره كيلقاو طفله مقتوله، راه هادو هما الاسباب. يعني الشياطين هما كيتواصلوا مع البشر وكيقولوا ليه سير جيب لنا المهدي في مسله، هالكنيه ديالو، هالعنوان ديالو، وانتم غتمشيو اترقبوه واختطفوه وجيبوه. والانسان كيعميه الطمع، وغالبا الدم ديال الزهري كيستخرجوا به الكنوز ديال الكذوب وسخ الدنيا اللي ما غيدومش. انا غندبح بنادم باش نربح، انا خسر حياتي كلها اللي هي الحياه الاخره اللي غتبقى ودايمه على الريالات وعلى الدراهم اللي غينتهيو. ولكن حق راه نسينا، راه ما كيكونش الانسان الساحر حتى كيكفر بالله عز وجل. اذا الا كان الانسان كافر واش غيجيه القتل سهل ولا صعيب؟ اكيد غيجيه سهل، ماشي بس ما كاين، حيت اصلا كافر بالله عز وجل. اذا شنو غنديروا؟ راه ما صعيبش باش نتحصنوا من الزهريين. عندنا جوج حوايج، حنا زهريين، عارف تراسي زهري، عندنا جوج حوايج باش غنتحصن. شنو هما؟ الصلاه في الوقت وأذكار الصباح والمساء. الصلاة في الوقت وأذكار الصباح والمساء، أقسم بالله الذي لا رب سواه. إلا كتصليو في الأوقات وكديروا أذكار الصباح والمساء وتحصنوا أولادكم بالذكر إلا كانوا صغار، تقولي أعيذك بكلمة الله التامة من شر ما خلق غير ذلك من الأدعية. والصلاة في الوقت راه ربي غيدير لكم واحد الحافظ اللي غيحفظ لكم وليداتكم ويحفظكم تانتوما. اذا كيفاش غنعرف انا بانني زهري؟
الا ما قريتش قواعد السحر بحال هكا مثلا، وقريت قواعد يعني الابراج اللي هما الابراج كاينين كلشي تعرف راه مذكورين في القران، غنعرفوه بثلاثه النقاط. النقطه الاولى الاعراض المتداوله والمعروفه المذكوره، غتكون عندي النخله ولا غيكون عندي الخط في يدي ولا غيكونوا عينيا باينين. النقطه الثانيه فيما غنكون قدام شي حلايقي ولا شي سحار مثلا ولا شي شوافه غنحس به تيتقرب ليا مزيان، انتبهوا لهذا الشيء مزيان. النقطه الثالثه والاخيره اي انسان مريض بالجن ولا بالسحر غير نكون حداه غينتفض، اما غيجعل عليا كانني انا اللي داير ليه شي حاجه، او غيجي يخضع ليا يقول لي وانا ما كذا، يبدا يعني بحال كيزوك. اذا غنكتفي بهذا القدر حيت طولت بزاف. الحلقه المقبله غنزيدو نهضروا ان شاء الله في هاد الاشخاص الزهريين، وكذلك نكملوا على تاثير السحر في الاشياء من خلال استضافه الاخ العزيز الفقيه حسن مدواني، الا كان يعني في يعني عنده الظروف باش يعاود لنا القصه اللي وقعت ليه مع واحد الساحر. اذا تحياتي للجميع، معكم خوكم المهدي، الله ينجينا ونجيكم من شر الجن والانس، واللي عنده شي ولد ولا شي بنته زهري يحافظ عليه ويرد له البال ويرد له البال ويرد له البال ويرد له البال ويرد له البال. ويرد له البال.